الإيجار شقة بنظام العقد القديم يسقط عند انتهاء مدة الإيجار بعد 59 سنة، ويستحق المؤجر ياخد الشقة من المستأجر لو تاريخ العقد سنة 2015 وانتهاء بعد مدة العقد المفتوح 59 سنة ينتهي سنة 2047. يحق للمؤجر ياخد الشقة منه بعد انتهاء المدة أم تصبح الشقة بحوزة المستأجر؟ بعد انتهاء مدة عقد الإيجار هترجع الشقة لصاحبها للمؤجر. بس الحقيقة أنا السؤال ده عجبني فيه كم التفاؤل ويعني الاستشراف للمستقبل من اللي بيسأل. ربنا يحيينا ويحييك ويدينا العمر، يعني سنة 2047 نتمنى ونأمل من الله إن الشقة والعمارة كلها تبقى لسه قائمة، وإن شاء الله أولادك يتمتعوا بيها. بس للأسف أحفادك ممكن ما يتمتعوش بيها، لأنه أحفاد المؤاجر هيبقى من حقهم إنهم ياخدوا الشقة. نشوف سؤال كمان.